خصص الله مستقرات مطمئن كلها بكلم في سبيل الله فلا رعلا في سبيل الله. المقصود في معنى قول الله جل وعلا نفق الفقراء إلى أن قال الله وفي سبيل الله وفي السبيل، ففي سبيل الله مقصود في هذه الآية الجهاد وما كان في معناه من أمور الجهاد. فطالب العلم استحق الزكاة باعتبار أنه في سبيل المجاهد، الجهاد في سبيل، كل ما جاء لفظ الشارع إطلاق أنه في سبيل الله جاز تخالف هذه القضية. فلا نعمم ونجعل في كل وجوه الخير عمارة المساجد وطبع الكتب ونحو ذلك، ولا نخصص بالقتال، هو عام من وجه خاص من وجه آخر، عام في كل لفظ. جاء ذكره على لسان سلم بأنه في سبيل الله، أو أجمع على ذلك أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك وهو النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بذل المال نوع من الجهاد، وبذل اللسان نوع من الجهاد، والقتال نوع من الجهاد. فما جاء تسميته جهادا عمم، وما لا فلا. والله هل ثبت عن الأحزاب من الجهاد؟ طبعا قول طائفة من العلماء في هذه المسألة، والمسألة مسألة الخلاف، لكن الضابط كما تقدم ما جاء يعني ذكره لأنه في سبيل الله، ولكن طائف من العلماء يجوزون دفع الزكاة الذي يريد الحج إذا كان الحج فرضا، ولكن الله عذره سقط الحج عنه. نعم.